بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، ونواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم هنا الدكتور منجي محمد زيدي. نحن بصدد شرح الروت لوكس، ووصلنا إلى Step 3 من الروت لوكس، وهي Determine the asymptotes of the root locks, that is the root locus when S is far away from the origin. هنا لما تكلم على فرع، فرض أنه هذا فرع من مسار الجذور، هذا الفرع يعني له direction أو له asymptote. هذه asymptote نحددها بangle C like this and an origin، يعني السيجما هي centroid of the asymptotes and psi is the angle of the asymptote. هنا عندي هذا الاكتيال كيرف، يعني يعني فرع من مسار الجذور، والاسمبتوت ابروكسيميشن هي هذه. وهنا فرضا عندي ثلاثه او اربعه فروع زي كده، لابد ان نحدد لكل فرع من مسار الجذور نحدد له الاسمبتوت دايركشن. الاسمبتوت دايركشن نحدده بزاويه واوريجين. القانون ماذا يقول؟ يقول انه كل فرع له زاويه. بماذا تحدد هذه الزاويه؟ تحدد بهذه الفورمولا بلس ماينس 180 زائد 2k بلس 1 اوفر n ماينس m. وبطبيعه الحال هذا الكي يعني يأخذ القيمه 0 ثم 1 ثم 2 ثم 3 الى اخره. بالنسبه للان، الان هو النمبر اوف بول في حالتنا. النمبر اوف بول يعني هو عندي ثلاث جذور للكاركترستيك ايكويشن، والام هو النمبر اوف زيروز يعني عدد جذور البسط، وهنا عندي كي في البسط بس، وبالتالي ليس عندي جذور، وبالتالي يعني الام هنا في حالتي هنا تساوي 0، وبالنسبه للان تساوي 3. For this transfer function سنحاول أن نبين يعني كل زاوية لكل يعني كل الزوايا لكل فرع من فروع هذا المسار. إذن البسي أو زاوية كل مسار هي تكون في شكل plus minus 180 زائد 2k plus 1 over 3 minus 0. Why 3 minus 0؟ Because very simple, 3 is the number of pole and 0 is the number of zeros. Now, let us determine the values, the correct value or the real value of psi. فنأخذ هذا البسي، يعني قلنا أنه الزاوية كل فرع له زاوية بسي تحدد بهذه الفورمولا، ونغير الكي. فالبسي الأول سيكون يعني بلاس ماينس 60، لأنه الكي لما الكي تساوي 0 أتحصل على بلاس ماينس 180 على 3، وهي بلاس ماينس 0 60 سوري. يعني ايش؟ فرضا انه سناخذ اشاره السالب، يعني هنا باي اوفر 3. ثم نغير الكي بالقيمه 2 بالقيمه 1 سوري، تصبح 2 تايم 1 زائد 1، يعني تصبح اول كي سوري تساوي 1. لما الكي تساوي 1 كم تصبح هذه؟ تصبح 2 تايم 1 2 زائد 1 3، 3 في 180 على 3 يعني هي تصبح بلس ماينس 180. يعني ايش؟ يعني هنا الزاويه باي. ثم الكي تساوي يعني 3، تصبح ايش؟ تصبح 180 مضروبه في 2 تايم 3 يعني 6 زائد 1 يعني 7 في 180 على 3 تعطيني بلس ماينس 300. بلس ماينس 300 يعني هي بلس ماينس 300، يعني لو احدد هذه الزاويه تيجي يعني هي 360 ناقص 60، وبالتالي يعني هي الزاويه ماينس يعني هي الزاويه هذه 300 او نقول ماينس 60، يعني هي الزاويه كم؟ ماينس باي اوفر 3. ثم إذا أخذنا الكي تأخذ القيمة 4، سأتحصل على الزاوية بلس ماينس 420، لكن الزاوية بلس ماينس 24 هي نفسها الزاوية بلس ماينس 60، يعني سأصبح أدور في حلقة تتكون من ثلاث زوايا، يا إما باي أوفر 3 أو باي أو ماينس باي أوفر 3. ففي هذه الحالة عندي يعني ثلاث فروع من مسار الجذور أو من الروت لوكس. كل مسار أو كل فرع له يعني زاوية تحدد ب باي اوفر 3 باي او ماينس باي اوفر 3. Since the angle repeat itself as k is varied, the distinct angle for the asymptotes are determined as 60 minus 60 and 180، مثل ما قلنا هنا بالضبط باي اوفر 3 باي وماينس باي اوفر 3.
الآن يعني حددنا يعني المسارات أو زوايا المسارات. عندي زاوية في الباي أوفر 3 وفي الماينس باي أوفر 3 وفي الباي. هذه الأسمتوت تتلاقى في نقطة معينة. كيف نحدد هذه النقطة؟ هذه النقطة نحددها بهذه الفورمولا، يعني سيجما أو نسميه إكس نود أو أي اسم، هو sum of poles minus sum of zeros على n minus m. نذكر في حالتنا أنه بالنسبة للsum of poles هم يعني الجذر، عندي الصفر ثم عندي الماينس 1 وعندي الماينس 2، هذه هي الجذور. أما بالنسبة للزيروز أو جذور البسط هي صفر، وبالتالي هذه السيجما هي مجموع الجذور أو مجموع البولز، هما صفر ناقص واحد ناقص اثنين، وهي هذه مجميع الجذور على إيش؟ على n minus m، مثل ما هو محدد في القانون n minus m، وبالتالي n minus m يساوي 3. في الأخير سأتحصل على أنه هذه نقطة التقاء الأسمتوت هي minus 3 على 3 تساوي minus 1، مثل ما هو مرسوم هنا. يعني عندي هذا ملتقى الأسمتوت، عندي أسمتوت في direction الستين أو الباي أوفر 3، وعندي أسمتوت في direction الماينس 60 أو في الماينس باي أوفر 3، والأسمتوت الأخير هو في direction 180 درجة، أو نقول يعني باي ديجري. وتلتقي كل هذه المسارات أو الأسمتوت في النقطة ماينس 1 زي ما هو محدد هنا. هذه الروت أو هذه ستيب 3 من الكونستركشن أوف ذا روت لوكس. Thank you for your attention.